لك الحركه على العدد. خلص يروح مشغل ويروح ماسكها ويروح ناقل بيها محرك جديد. بس هتحتاج هنا جير بوكس عشان يقلل لك على الدورات. انا عايز لك فيها عشان ما تجيبش بس انا قلت له السلام عليكم انا هعمل مكنه المره الجايه بيها بفلوسي وعلى حسابي ومفيش حد يتحكم فيه. والله بيني وبينك علشان خاطر البلد نتحرك يبقى كل ده شايف مفيش حد انا اجيلك وانت تروح لي يا سيدي اروح لك في اخر الدنيا بس لو حاجه تخدم نفس الاسلوب. لا لا هي تبقى اقل من 3000 لا هتبقى اقل من كده. انت قولش اقل من 3000 من الكويسين ان كل واحد عاد يكون العدد عليه. لا عشان انت هتكبر. لا 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 ليه يا دكتور علي؟ انا مش هشتري من السبتيه بعد كده خلاص. هتجيبوا جمله. لا انا هجيب جمله. انا عندي عروض من الصين بدهو داخل الموتور البنزين ده ما اعرفش ازاي حتى وصل ل 700 جنيه من دافع فيه 700 جنيه بس هو وصل ازاي كده ما اعرفش. ده في حاجات كتير كويس انك جايب 700 كويس. عندك بس لا مش معناها ان الوزن بتاعها زياده. معلش انت عايز تمشي في الارض حضرتك تعملها تمشي على الطريق. ما انا عارف. هل لما تغرز معاك شيلها؟ ما انا عاملها شيلها. لا 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 يا حاجه في حاجه ثانيه. انا كنت عامل حاجات نص طن. انا عامل دي 10 مكن على فكره يعني اوريك صور. عامل حاجات نص طن عاملها برضه مع وزاره الزراعه عاملها مع الدكتور محمود البيزيد لما كان وزير عندنا. فدي كانت تقيله نص طن كان حواليك. لا استخدم امكانياتك. استخدم امكانياتك ليه؟ لانك تاخد تستمد الحركه من المطور انت. ممكن بقى. بس هو بدل ما اجيب جرار وتشبك وبرد. لا دي ما اعمل ايه؟ اعمل وحده نقل حركه. اعمل وحده نقل حركه تمام. بس كان موتور كبير شويه. ممكن فرع منهم يتعمل بسلسله من المواسير في الكابلرز مش كده؟ تمام كده يعني نفس السيستم بتاع الرشد بس هو زي ما بقول لحضرتك خد نقل الحركه من الموتور نفسه. محرك نفسه وغير الكاوتش. ما كاوتش وباب. لا مش كبره الكاوتش اللي هو بيبقى بقايب عشان يقاوم الغرز في ارض الرمله. دي حاجه مهمه جدا. وتقلل الارتفاع عشان تكسير الميه قدام الرشاش. هتبص تلاقي يظهر يعني زي ما بنقول بالبلدي كده الزراعه بتفتح. يعني ايه؟ هتبص تلاقي الزراعه بعيد طالع حلو جدا وهتلاقي الكيرف بتاعها نازل كل ما قربت من الرشاش. بالظبط. دي شوف الديستريبيوشن. بالظبط. فلازم الديستريبيوشن بتاع الوتر ديستريبيوشن يبقى هوميجينيس على مدى الرينج بتاع مدى الدايره كلها. ولو تحط حاجه تكسر لك الشعاع قدام الفوليه الاماميه. بالظبط. وعشان زي ما بقول لحضرتك عشان ياخد الاداء بتاعه مش هنقول 6 بره 7 مش اقل من 4 بره ونص 5 من تحت عشان يديك اداء. لان كده هو نتكلم بالبلدي جايب اداء الرشاش العادي اللي هو بيشتغل على 3 بار اللي هو بيديه نص قطر 20 وهنا بيوصل 3 بار بس 12 13 هنا 3 بار بس. انا بقول لحضرتك لان هو الرشاش العادي نص القطر بتاعه اللي هو الموديل اس يبقى 12 متر او 13 شكل العشان تعدي.